أعلن الجيش الروسي اعتراض 19 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في اتجاه 4 مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود، كما أكد أن هذه الطائرات استهدفت منشآت للطاقة. وكثفت أوكرانيا في الأشهر الأخيرة من هجماتها بطائرات مسيرة وصواريخ على الأراضي الروسية، مستهدفة بصورة خاصة مناطق حدودية وكذلك موسكو ومدينة سان بطرسبرغ. ومن جهته أعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 16 طائرة مسيرة على أوكرانيا ودمرت الدفاعات الجوية 10 منها. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن الطائرات المسيرة دمرت بنية تحتية مدنية في منطقة خاركوف الشرقية. وتستهدف طائرات مسيرة هجومية وصواريخ تطلقها روسيا من الأرض أو البحر أو الجو بشكل شبه يومي الأراضي الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء عملية تبادل جديدة لأسرى حرب مع أوكرانيا، وشملت عملية التبادل 100 أسير روسي مقابل 100 أسير من أوكرانيا، وذلك إثر عملية تفاوض بوساطة أمريكية أو عفوا بالأحرى بوساطة إماراتية وفق وزارة الدفاع الروسية. وقبل أسبوع تبادل الطرفان أيضا ما يقرب من 200 أسير بينهم أشخاص من فئات حساسة بعد مفاوضات وصفت بالمعقدة. عين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنرال ألكسندر سيرسكي قائدا جديدا للجيش. ووصف زيلينسكي القائد الجديد بالأكثر تمرسا في أوكرانيا، لافتا إلى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الهجوم الروسي ثم الهجوم المضاد عام 2022. وكان وزير الدفاع الأوكراني قد أعفى فاليري زالاجوني من منصبه كقائد للجيش بعد خلافات برزت إثر تحقيق نتائج محدودة في الهجوم المضاد الأخير ضد القوات الروسية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا مستحيلة. وقال بوتين إن الأصوات التي تدعو إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة لن تؤثر في شيء، وهو أمر صعب تحقيقه. Up until now, there has been the uproar and screaming about inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they are apparently coming to realize that it is difficult to achieve, if possible at all. In my opinion, it is impossible by definition. It is never going to happen. It seems to me that now those who are in power in the West have come to realize this as well. ومن جهة أخرى شدد الرئيس الروسي على أنه من غير الوارد لبلاده أن تغزو بولندا أو لاتفيا، لافتا إلى أن موسكو ليس لديها أي مصالح في هذين البلدين. Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that?